دكتور انا امجد، حساسيه، انا عندي حساسيه بس ما خدتش علاج خالص قبل كده. يعني تشتكي من ايه يا محمد؟ حساسيه على صدري حضرتك. بيجيلك ازمات ربويه بسوء ضيق في لا لا التنفس؟ مفيش، يعني بتروح وتيجي يعني. ازمات بس متباعده يعني. طب معاها عندك مشاكل في الجيوب الانفيه؟ بسيط، حاجات بسيطه. ساكن في منطقه مدينه ولا منطقه زراعيه؟ لا انا قاعد في العمرانيه، لو تسمع عنها يعني. العمرانيه. عندك حيوانات اليفه في البيت؟ لا لا انا ساكن بدمار. طب انت بتقول لا حيوان انا شغال على الله يعني. ايه تمام، بتشتكي من الحساسيه، بتقول في صوره نوبات متباعده ولا على طول صدرك تعبان؟ لا على طول يعني، تحس ان انا تعبان كده ومخنوق، فاهمني؟ ماشي على علاج ولا ما بتاخدش علاج؟ لا ليه؟ ما بياخدش اي انا علاجات. ما كنتش باخد علاج يعني. طيب ماشي، لو خدت تليفون من الاعداد ابعت لي اي حاجه على الواتس، انا ممكن احدد معاك اشوفك بالمجان او ابعت لك علاج مؤقت لمحمد. ولو عايز بس في تحاليل او اشعات او اي لازم، حاجه مفيش الدكتور مشكله. يطلبها منك تعملها له وهيقول لك تعملي. شكرا لحضرتك يا استاذ محمد، والف سلامه على حضرتك. شكرا، سلامتك. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور نرجع تاني لموضوع الصدريه، وبالذات ان في ناس كنا بنقول يعني ان اللي عندهم مشاكل زي ما حضرتك بتقول بدون معلومه المصدر، يعني زي استاذ محمد كده يعني. تمام. طيب قلنا الارتكاريا وقلنا الشقين بتوعها، وعلى فكره ده مرض العصر، احنا بقينا نشوفه كتير فعليا. المعاناه بتاعت الحكه الجلديه المفرطه، وناس كتير مش على فكره من مستويات مختلفه، مش شرط مستويات اقتصاديا تعبان، لا خالص، الموضوع ده مش مرتبط بظروف اقتصاديه، مرتبط بالشخص نفسه، بتفكيره الذهني، بتوتره وانفعاله. بنلاقي 60% من الناس اللي عندهم حكه او احمرار في الجلد او شكشكه عندهم مرض الارتكاري. فبالتالي بنقول للناس يا جماعه نبعد عن التوتر، نبعد عن القلق، نبعد عن الانفعالات، نتعايش مؤقتا. طب خطه علاجها ايه؟ الاول زي ما قلت لحضرتك استبعدنا الاسباب العضويه، استبعدنا الجرثومه، استبعدنا الغده، استبعدنا امراض الغده المناعيه زي الهاشيموتو، استبعدنا الزفره الحمراء، الكبد ووظائف الكبد. طب خلينا نعرف ايه علاقه الكبد يا دكتور بالموضوع ده؟ يعني المريض اللي هو كان عنده فيروس سي ويجي يقول لك انا خلاص اتعالجت من الفيروس بهرش، بس جات لي بقى حساسيه مفرطه. طيب ارتفاع وظائف الكبد والصفره في الكبد، بالذات الصفره البيلروبين، ده احد العوامل اللي بتترسب تحت الجلد وتزود الحكه الجلديه. عشان كده اي واحد بيهرش نطمن على الكبد الاول، وظائف الكبد كويسه ولا لا، نطمن على الكلى، نطمن على الغده، نطمن باختبارات حساسيه هل هناك مسبب ولا لا. مش شرط يكون نفسي زي ما احنا قلنا، ممكن الشخص يتحسس غذائيا من مسبب ما لما بياكله بيهرش، ممكن يتحسس من بيئيا من مسبب ما زي التراب، زي الحيوانات، زي الغبار، زي عده الفراش لما بيتعرض لها بيجي له نوع من الحكه او الفوران او الطفح الجلدي. الاول بستبعد الاسباب العضويه، استبعدت الاسباب العضويه لقيت مسبب غذائي همنعه، لقيت مسبب بيئي هاخد مصل ضده، لقيت عنده جرثومه هعالجها، لقيت عنده خلل مناعي هعالجه. لو عالجت ده كله ولا يزال الشخص يعاني من الحكه الجلديه، يبقى ده ملهاش سبب، اسمها الاكزيما العصبيه مجهوله السبب، او الارتكاريا النفسيه المناعيه. طب دي بنعالجها ازاي؟ اول علاج فيها اقول للعيان انت بترتاح بمضادات الهستامين ولا لا؟ لو قال لي هقول له هتمشي على هذا النوع من المضاد الهستامين لحد ممكن قرصين في اليوم، ما فيش مشكله خالص، لفتره ونساها او تناساها، كما اتت غير معلومه مع الوقت هتذهب غير معلومه. طب العيان ده بيقول لي انا باخد مضادات الهستامين ومش مستجيب، هقول له نضاعف الجرعه او نغيره، برضه مش مستجيب، هندي له كورس صغير من المواد الكورتيزونيه لفتره قصيره تحت اشراف طب، برضه مش مستجيب، بنديله مثبطات مناعيه، برضه مش مستجيب، بنديله حاجه اسمها العلاج البيولوجي، وده علاج حديث نازل للارتكاري. لازم في مرحله من دول عيان الارتكاري هيخف بنسبه كبيره. هيخف تماما. تمام.